استعمار وتوزيع الحدود والفصل بين الدول فر اكتسد يعني نظرة المستعمرة اللي هي النظرة المنفعية له هو بدون ما يقدم للبلد اللي هو موجود فيها شيء. فأنا بفتكر العلاقة ما بين السعودية والسودان علاقة قديمة وقوية ومتجذرة، ويكفيك كمواطنين بور سودان. يعني أنا مرة بسمع لمقابلة لواحد من رؤساء مالية السعوديين كبار، يعني بيقول أنا بدأت في بور سودان، بدأت بذهب زوجتي، زوجته سودانية، غير الرشايدة الرشايدة والحضارمة والتبادل التجاري، وفي مصاهرات وفي أشياء كثيرة. خاصة أن السودان موقعه يعني هو معبر لأفريقيا ونشر الديانة الإسلامية وحاجات كثيرة خلت يعني أنه يكون فعلا في مصاهرة والحج مصاهرة وتبادل أشياء كثيرة، تبادل ثقافات، تبادل عادات، تبادل منافع. والسعودية يوم من الأيام كانت طبعا ظروفها مختلفة ما زي ظروف الوقت يعني، فكان في علاقات ممتدة جدا جدا بين السودان، واللي هو كان يعني السودان معبر السعودية للعلاقات الأفريقية. صحيح، دليل اللهجة السودانية الجداوية بتلقى في تغارب بيناتهم عميق بالضبط في بعض المفردات، الأمثال دي كلها يعني بتدل عليه انه العلاقات دي متجذرة وقديمة. خاصة على ذكر جدة إبراهيم، انت ذكرت جدة طبعا مينا، والمينا دي البواخر بتجي وناس جايه للحجاج وناس جايه معتمرين، وغير انه في بضايع بتجي وحاجات كده، فالمينا ده دائما بيخلق علاقات كبيرة، ناس بتجي من كم جهة. عشان كده بنلاحظ أهل جدة بنلقاهم يعني زي ما بقولوا، يعني يقول لك أنا أصلي سوري، أنا أصلي سوداني، أنا أصلي أردني. هي طبيعة المواني في كل العالم. نعم، لطبيعة المواني. نعم. وبعدين